محمد عليه الصلاة والسلام ذكر أنه شس بس ما ذكرهم، ما سموهم بالاسم، مزبوط له لا؟ عفوا. ذكر أنه في صفوف المنافقين بس ما سموهم بالاسم، ما قال مثلا فوق وهذا منافق أو شيء. في صفوف من؟ يعني قال أنه في صفوف منافقين بس هم في قال في صفوف منافقين لكن ما شخصهم. ما شخصهم. هذه رواية تتكلم عن كتبك ولا عن كتبي؟ عن كتبي طبعا. كتبك أنت؟ إيه نعم. نعم. طيب تفضل. أنت تقول أبو بكر وشي بس هو ما قال أنا منهم. طيب. قال في صفوف المنافقين ولكن ما سماهم، ما طيب. شخصهم. جيد. إيه. طيب وأنت. هذا إنه يعني أريد أسأل إنه بدي أعرف إنه أنت شلون تقول إنه أبو بكر و وعمر انه منافقين وشيء وهو ما طيب. يعني نعم. اولا كلامك اللي تفضلت به يسقط عندك نظرية عدالة الصحابة. شلون يعني؟ ما فهمت عليه. يعني النظرية التي تقول ان كل صحابي رأى النبي فهو مؤمن عادل من اهل الجنة. لا انا اقول لك هو قال في صفوف المنافقين، يعني قال انه في منافقين شيء بس ما شخصهم، ما قال انه فلان او فلان. احنا شلون نريد نعرفهم الان راح نجي راح نجي الى معرفتهم راح نجي، لكن اولا نسقط القاعده المعتمده عند اهل السنه والجماعه وهي قاعده عداله جميع الصحابه. انت الان هذه القاعده ساقطه عندك صح؟ لا ساقطه لاني هو قال في صفوف المنافقين فسقطها طبعا. فانت هذه الان ساقطه هذه عندك صح؟ نعم نعم. فمن الصحابه الذين كانوا مع النبي وراوا النبي وعاشوا مع النبي ان يكونوا منافقين من اهل النار. ها؟ تسمعني؟ يعني ايش؟ أوف. اسمعك بس غير هذا غير سكت، هذا غير سكت سكتت. الله يساعدك، الله يكون بعونك. انا والله فكرت فصل الخط. لا لا رسيت الترسيته قويه. يلا اهد على راحتك على راحتك. شوف ترى الحكي بيناتنا، لا تقول لحد، ما حد يسمعني بس انا وانت. ترى الكلام اللي جاي اقول لك يا في عقيده اهل السنه كفر، ولذلك انت رسيت وما اعرف شلون انت وقعت بهذا الفخ المجوسي. فحاول تطلع من هذا الموقف وتنقذ الصحابة، وما تعتقد انه الصحابة اللي شافوا النبي وقعدوا وكلوا ويا منافقين، دير بالك. فانت حاول تنقذ الموقف، حاول تغلق الخط مثلا، السيب تشتم ترفع صوتك، لان انت الان في مشكلة كبيرة. انت الان تقول من الممكن ان يكون هنالك صحابي حارب مع النبي، جلس مع النبي، اكل وشرب وصلى مع النبي، لكن يكون منافق زنديق من اهل النار، وهذا ما لا يعتقد به أهل السنة اللي أنت رستت بسببه. لا بقول من قول رسول الله قال في شو اسمه في صحابة منافقين وقال إنهم يقولوا لي اذهب وافتح ونحن نأتي من بعدك. هذا الكلام موجود. فأنت الآن تقول للمشاهدين أنك تعتقد أن هنالك صحابة جلسوا مع النبي، أكلوا مع النبي، صلوا مع النبي، حاربوا مع النبي، منافقين من أهل النار. نعم نعم. شنو؟ نعم طبعا. إنه شنو؟ قولها، قول هاي الكلمات اللي أنا قلت. في جيوش من النبي. لا أترك الجيوش، عيد الكلمات. عيد الكلمات اللي أنا قلتها لو سمحت، عيد الكلمات اللي أنا قلتها. أن هنالك صحابة أي مع الرسول وشربوا مع الرسول وهم في النار وقاتلوا مع الرسول وهم في النار، مويت؟ جيد نعم. أي هيش كلام إيه؟ طيب جيد. هذه يعني جيد. أنت هذه العقيدة طرحتها على شيخ من شيوخ أهل السنة والزلاطة؟ نعم. أنت طرحتها على شيخ منو؟ على إيه طرح؟ على يا شيخ؟ ما تعرف أنت ما تعرفه بس طرحته عن شيخ أنه من أقتدي يصلي وراءه. جيد، لا يكون شيخ معتدل، هذا ما يصير. إحنا نريد شيخ متعصب لدينه ولله. جيد؟
يعني أنا أريد أوصل لك رسالة، هذا في دينك لا يجوز. طيب لعد ذكر الحديث يا أحد أفوان الشيخ من وين جابه؟ أي شيخ؟ شيخ أقول لك أصلي وراء يصلي وراء وراء اي نعم. انت جنابك في سوريا وسوريا بدأت تتأثر ببشار وبشار بدأ يتأثر بإيران، فبدأت تصير عندكم الآن شيوخ معتدلين كأنما، فانت حاول تنتبه، حاول التسنن عندك لازم يقوى. في عقيدة أهل السنة والجماعة لا يوجد صحابي في النار حتى وإن كان زاني أو شارب للخمر، اعرف هذا الشيء، اعرف هذا الشيء. أكبر شان الكلام هذا عجل شنو؟ عفواً؟ شلون يشرب خمر وما يدخل النار إذا صحابي من صحابي محمد يعني؟ أي هذه العقيدة، هي هاي الاعتقاد أخي كريم. الله أكبر. أي والله. أنا متقصد. طيب أنا بسأل إن شاء الله. أنا متقصد. أنا متقصد متقصد آخذ موقف دين موقف أهل السنة والزلاطة، تعرف ليش؟ حتى بين لك حجم العقيدة اللي أنت عليها بس ما تعرفها. أنا متقصد آخذ هذا الدور. اللي أنت الآن مصدوم وصيح الله أكبر. اي والله مصدوم، انا ما اعتقد هيك اعتقاد يا اخي. اذا سقطت عدالة الصحابة فهنا لازم الان ننظر الى مساوئهم مع النبي. يعني عمر حينما قال ان النبي مهجنون يهجر قبل استشهاده ومماته، لا نؤولها ونقول انه اجتهاد من عمر لان رجل مبشر بالجنة، لا، نقول أن عمر من أهل النار سب النبي محمد قبل مماته. حياك الله شيخ، جزاك الله خير. يا أهلا بك، يا أهلا. ابحث إن شاء الله، ابحث أكثر واتصل بي. شاء. يا أهلا.